بعد رمضان، اذا اتعمل ده، اذا اتعمل هتعمل بعد رمضان. وغير كده احنا لسه بنشوف بقى ده النت ترم عشان تعمل ده لازم يكون في يوم والناس تبقى موجوده والمعيدين يكونوا متاحين والمراقبه. فالفكره هو اعتقد ممكن يكون غالبا ممكن يكون صعب تاني، صعب تاني. بصراحة عشان بس أكون صريح مع حضرتك، إحنا في رمضان مش لاحقين حتى نذاكر عشان عندنا المشروع والكودينج بتاعه وقتنا ووقت رمضان والكلام ده، ففعلا والله حتى مش لاحقين نلحق نذاكر في كل حاجة، فعشان نيجي بعد رمضان ندخل ميد ترم هتبقى شوية صعب. ما ده مش هتفرق، ده مش هتدخل بعد رمضان على طول. هو الفكره ان هو الترم ده اصلا فيها كبيره جدا. يعني انا لسه سامع في اسبوع اخر اسبوع في رمضان ده في اجازه الحد عيد المسيحيين، وبعد كده في شهر من السنين، وبعد كده الاسبوع اللي بعده عيد الفطر، الاسبوع اللي بعده مش عارف في اجازه ثانيه. فالدنيا طيب خالص مش ورا بعض الاجازات والدنيا ملخبطه خالص. هي كده اليوم في رمضان بيبدا بعد 9 بالليل، يعني رايح زي ما بقى الدكتور ولا حاجه مع حد قريبك ولا حاجه، بتقعد الدنيا مفتوحه معاك. تمام. فعشان كده اعتذرت امبارح على المحاضره، كنت بدي فرصه ممكن اخلص قبل 11، لقيت نفسي دخلت في 11. يبقى في القصه في كده. فلا الدنيا ملخبطه خالص. انا عارف المواعيد في رمضان ملخبطه ان شاء الله خير. بس انتوا اهم حاجه ذاكروا محتوى. ماشي بس ادينا يعني ادينا فرصه، يعني بلاش ميد ترم فعلا، وادينا فرصه بعد رمضان نلحق ما هو الميد، انا ما عملت ميد ترم 504 السنه قبل اللي قبلها في 504 ما عملناش ميد ترم. فالناس وصلت، كان في كورونا وكلام زي كده، كان صعب الناس تيجي، كان صعب تعمل اصلا لجان. السنه كانت الدنيا الحمد لله خف شويه الحمد لله، لما ما عملناش ميد ترم الدنيا كانت طلعت واقعه شويه في 504. تمام. بالذات في 504 كان مش 509. طب نعمله اونلاين؟ لا والله ما ينفعش. فعشان كده جينا السنه دي قلنا نعمل ميد ترم عشان خاطر تبقى في ميد ترم يسد. لو في واحد واحد فاينل يبقى عنده ميد ترم يسده. تمام. فالدنيا يعني اهو احنا شويه عن الميد ترم يا دكتور علشان خاطر بس الدرجات، لو نقدر هو يوم يعني احنا ايوه فعلا هو يوم، يعني ما فيش مشكله احنا مع حضرتك في اي حاجه. وحتى الميد ترم بس عشان ترتيب معايا وترتيب وضع وترتيب مع الكليه اتفاق، كنت عارفكم دي ماده فور يعني فيها 400 طالب او قسمين اكتر، يعني مش 504 كانت قسم واحد بس اللي هو علوم حاسب. الماده دي تاخدها اي اس برضه، يعني عندي هنا قسمين عشان ارتب. عايز اماكن، عايز مدرج، ده انا مش عايز مدرج كبير وعايز اربع خمس مدرجات جنبه. ما فيش مشكله كل ده، وعايز حضرتك عايز معلمين مراقبه فين هنشوف ان شاء الله. بس لسه بعد يعني احنا يعني شايفين برضو، انا واحد من الناس شايف انه لما اخد ميد ترم اكيد هاخد فيه حتى لو 10 درجات، يبقوا يعني مش هقول بقى ال 25 درجه كلهم. كل دي حسب دي بقول لك، كل لما نرجع الكليه، الاول بعد رمضان ان شاء الله كويسات كريم بعد العيد باذن الله هنشوف بقى الوضع ده. هنشوف هل دكتور ما مخليه فاينل وخلاص يا دكتور؟ ما هو حسب، هنشوف الوضع ايه، الاول بس. لانه هنا في يعني في ترتيبات ثانيه، مش فكره برضه يوم، ومش فكره لا لازم المدرج يكون فاضي والمدرجات كلها تكون فاضيه ونحجز اماكن وفي معيدين متوفرين للمراقبه. لما بقى عندي انا المدرجات دي وانا عندي معيدين كام والمدرسين مساعدين كام من حرقت. تمام. طيب ممكن يا دكتور معلش عشان الناس برضو اللي مختلفة عندنا، ممكن نعمل احنا فوت ونبعت نتيجة الفوت لحضرتك كطلبة عايزين او مش عايزين، وفي نفس الوقت حضرتك برضو ايه تبقى بتشوف الترتيبات دي، ايه رأيك؟ خلينا بص، خلينا نخلص حد رمضان ربنا يسر، ما تقلقش خلينا نخلص حد رمضان ربنا يسر. قدامنا لسه او كل الكلام ده بنتكلم عليه بعد رمضان، مش كمان بعد رمضان مباشره، بعد رمضان باسبوع اسبوعين هنكون دخلنا على الرابع نص خمسه يعني. تمام. او الرابع على سته. سامعين ان الفاينل في نص خمسه تقريبا او في اخر خمسه؟ الفاينل في نص خمسه، لا صعب في نص خمسه لان لسه ما لحقتش تخلص حاجه. ممكن تكون في اول سته. ممكن الفاينل اغلب الكويت ممكن تبدا على 3/6، الكويت اللي هي اندر جراد غالبا. انا عارف ان عندي سامع انها تبدا على 3/6، تبدا كلام زي كده. واحنا ممكن على فكره احنا عندنا خلينا بتاخر شويه عن الكليه الاندر جراد، فالناس اغلبها هتبدا على اخر خمسه اول سته بالظبط، لكن نص خمسه صعب. لما كنت رمضان هيخلص معاك ما فيش وقت اصلا، هتكون بقى قد ايه على نص خمسه من تلات رايح الدراسه قبلها باسبوع توقفها، لا هيبقى الموضوع صعب. تمام. خلينا نرتب، انا لسه خلينا كل حادث حديث يعني ساعتها. طيب في اسئله في الجزء ده بتاع التي سي بي عشان نبدا المره الجايه ان شاء الله من اول التي سي بي، اللي هو ندخل بقى في شويه تفاصيل شويه عن التسميه بالظبط التفصيل. في اسئله في او استفسار الثانيه؟ شكرا.
طبعا انا سهرنا الناس بتوع لو في حد معانا دخل من الخارج والكلام طبعا هو متقدمين علينا بساعه فسهرناهم النهارده تمام المصير مش مشكله ولا مشكله ماشي صباح الخير شكرا على خير شكرا تصبح على خير.